2، يبقى انا حطيت هنا اسم الكمبيوتر او اسم الايدنتيفيكيشن اللي انا هختاره، واخترت من هنا هوت مين السكشن، وبعد كده حطيت هنا مين الكي، وحطيت هنا الفاليو، واخترت البرودكت كي اللي موجود عندي وكتبت له برودكت مختلف اللي موجود هنا. طب وايه تاني عايز تغيره بي سي 2؟ عايز اغير الاي بي بتاعه، فلقيت ان الاي بي بتاعه بيقع تحت هذا السكشن، فكتبت له بي سي 2 نقطتين وحطيت له هذا السكشن اللي موجود عندي، وبعد كده من السكشن ده كان بيقع تحتيه مين الاي بي ادرس ككي، وده كفاليو اللي موجوده عندي بالنسبه لبي سي 3 اللي موجود عندنا. هنلاحظ التالي، الكمبيوتر نيم اللي انا اخترته الا وهو بي سي 3، اخدها من فوق احسن، في الجزء الاولاني اللي هو بتاع الايدنتيفيكيشن اللي موجود عندنا بي سي 3، انا عايز اغير فيه 2 كي الا وهو اليوزر داتا والايدنتيفيكيشن اللي موجود هنا. فبالنسبه للبي سي 3، بالنسبه للداتا انا اخترت دي، وبالنسبه للجوينينج جروب انا اخترت دي. طيب الناس اللي هي هتلاقي عندها متلخبطه او اللي هي عندها نوع من الملاحظه القويه، بفرض مثلا في الكمبيوتر ده انا عايز اغير، او في الكمبيوتر 3 اللي موجود عندي انا عايز اغير الاي بي، فانا هشوف الاي بي هنا بيقع، او هغير السيريال نمبر بتاع الويندوز احسن، البرودكت كي ده بيقع تحت مين؟ تحت اليوزر داتا. طيب انا عندي هنا هوت في الكمبيوتر 3 اللي موجود عندي، عندي اوريدي حاجه اسمها اللي هي اليوزر داتا اللي انا مغير فيها الكمبيوتر نيم، انا ببساطه ممكن اقف هنا اقول له انتر، وساعتها مش محتاج اعمل الراس دي مره تانية، يبقى اخد البرودكت كي اللي موجود عندي اقول له كوبي هنا واقول له هنا بيست. شباب فهمتوني ولا لا؟ اتمنى تكونوا فهمتوني. مثلا اللي موجود عندي يعني ايه؟ يعني اذا انت عايز تغير اكتر من حاجه في نفس السكشن اللي موجود عندك، ما تكررش السكشن، اكتب السكشن مره واحده وحط تحتيه كل الكيز اللي انت عايز تغيرها اللي موجوده فيه. فهمتوني؟ طب ماشي، ناخد مثال تاني. مثلا الكمبيوتر بتاع بي سي 3 ده اسمه، اسم صاحبه هيكون مثلا علي، يبقى اختار مثلا فور كمبيوتر نيم ده هوت، واروح هل ده الفول كمبيوتر نيم كان بيقع تحت مين؟ اليوزر داتا، صح؟ يبقى هروح على اليوزر داتا اللي موجوده عندي، دي موجوده خلاص، يبقى انا مش محتاج اكتبها، يبقى انا ببساطه هقف كده وادوس على كنترول في واختار من هنا مين اللي هو الاسم اللي موجود عندي الفول نيم ككي، تمام، هحطه تحت اليوزر داتا لانه هو كده كده ايه موجود فيه. طبعا التنسيق ده هو بيخلينا ان احنا ايه نقدر نفهم الدنيا ماشيه ازاي. دلوقتي مبدئيا وقبل ما اخش في الشرايح اللي موجوده عندي، القيم اللي موجوده هنا في الملف بتاع الانسر فايل هتتنفذ بالكامل ما لم يحصل تعارض معها مع القيم اللي موجوده في هذا الملف. اذا حصل تعارض، الملف اللي هو بتاع ده اللي هو الان اتند دوت يو دي بي يو دي اف يو دي بي اللي موجود عندي هو اللي هيكسب. بمعنى لو انا بنزل الكمبيوتر بتاعي في بي سي 2، هنبص هنا على البرودكت كي، البرودكت كي بتقول لي ايه؟ ان 1 1 1، اما كبي سي 2 البرودكت كي بتاعه كام؟ 2 2 2. اذا هؤلاء القيم اللي موجوده هنا دي ودي، تمام، مختلفه، مين اللي هيطبق؟ اللي هيطبق ده. دايما الملف ده اقوى من الملف التاني اللي موجود عندنا. طيب مفهومه؟ انا هشرحها بطريقه تانية عشان نشوفها، نشرحها بطريقه تانية في سلايدز بتاعت مايكروسوفت. صفحة 36 في الموك، احنا في 35، صفحة 36 اللي موجودة عندنا، ممكن ناخدها من سلايدز احسن. ماشي، نفهمها مع بعض دي قبل ما نظبط الدنيا. كان في واحد اخد باله من حاجة
تمام، بيقول ان اخد باله من الساعه بتاعتي بتاعت الكمبيوتر دهيت، فبيقول ان الاستاذ الشرح اللي بيشرحه لنا في ساعه هو بيسجله في ساعتين، ان هو بيحضر وهو بيشرح. هي دي مش الحقيقه بصراحه، بس انا بحس ان انا تعبت وكده، هو عايز اشرب سيجاره واشرب كوبايه شاي، بعمل بوز للفيديو وبعد كده برجع مره تانية. طيب نشوف الكلام ده هوت عندنا هنا هوت الانسر فايل اللي هو ده صح، واليو دي اف اللي موجود عندي اللي هو ده. طيب تعال نشوف هنا القيم اللي موجوده عندي هنا هوت. لو قال لي هنا، قال لي ان انت عندك، نشوف المقارنات ومين اللي بيكسب. لو كان في حاجه موجوده هنا وليست موجوده هنا، يعني الكي اند فاليو، كي اند فاليو موجودين هنا مثلا بتوع الباسورد ومش موجودين هنا في الملف التاني، ها ايه اللي هيحصل؟ ده مفيش تعارض، يبقى الملف ده اللي هيتطبق، يبقى value in the answer file is used اللي موجودة عندي هي دي اللي هتستعمل. طيب لو key هنا not satisfied اللي موجودة عندي، وهنا ال key وال value محطوطين، مثلا نقول حاجة تانية، نقول ايه؟ ان انا حطيت اخدت السكشن ده بالكي بالفاليو بتاعتي وحطيتها في بي سي 2. يلا مش عايزين نغلط، هنعمل ايه؟ بسرعه كده ناخد بي سي 2 نعمل لها كوبي ونحطها هنا ونقول له كنترول في ونحط النقطتين الحلوين بتوعنا، تمام. ونعمل ايه تاني؟ ناخد البتاعه دي هي الجميله كده نقول لها كوبي ونطلع على بي سي 2 فوق اللي موجوده، فين بي سي 2؟ بي سي 2 اللي موجوده هنا، وهقول له انا كمان عايز اغير مين هذه القيمة اللي موجودة عندنا دلوقتي بالنسبة ل بي سي 2. الجزئية الخاصة دي هي موجودة في هذا الملف اليو دي اف اللي موجودة عندي، ولكن مش موجودة في الانسر فايل، ايه اللي هيحصل؟ تمام، ما دام موجودة في واحد من الاثنين يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش هتفرق معايا، يعني اللي هيحصل هنا ان الملف ده هو اللي هيتنفذ، تمام. اذا لو ما كانتش موجودة في الانسر فايل ولكن موجودة في اليو دي اف اللي موجود عندي، تمام، اذا الفاليو اللي بتاعتها ايه اللي هيحصل؟ هياخد الفاليو من مين؟ من اليو دي اف اللي موجود عندنا. طيب شوف الحالة رقم 3، كي اند فاليو هنا تم تحديدهم، والكي اند فاليو هنا تم تحديدهم بسيتنج مختلفة، مين اللي يكسب؟ يكسب عندنا اللي هو مين؟ الملف اليو دي اف. بمعنى زي ما قلنا ان البرودكت كي تلات وحيد، بالنسبه لبي سي 3 تمام، بالنسبه لبي سي 2 البرودكت كي بتاعي اللي هو خمس اتنينات، ده محطوطه هنا ككي فاليو موجوده هنا، وهنا كي وفاليو برضو موجوده عندي هنا، حصل تعارض ما بين الاتنين، مين اللي بيكسب؟ يبقى هو ده اللي هيكسب، الا وهو اليو دي اف فايل اللي موجودة عندي. فاليو دي اف فايل اللي موجودة عندي في الحالة الثالثة هي اللي هتكسب اذا حصل تعارض. يعني بقى يعني نقولها كده بالبلدي كده، لو كانت موجودة هنا ومش موجودة هنا يبقى دي هتتنفذ، طب لو كانت موجودة هنا وما كانتش موجودة هنا يبقى دي ايه اللي هتتنفذ، يعني اللي موجود هيتنفذ. لو حصل تعارض مين اللي هيكسب؟ الملف اللي هو بتاع اليو دي اف اللي موجود عندنا. طيب هنا قال لي الكي نوت مش موجود، هنا هو الكي اصلا من اساسه مش موجود، والكي هنا هو موجود بس مش محطوط له فاليو، ايه اللي هيحصل؟ تعال يعني حضرتك كده جيت عند البرودكت كي كده وقمت مطيرها كلها من هنا وعامل لها ديليت، وقمت جاي هنا عند البرودكت كي خليت الكي ولكن من غير قيمه اللي موجودة عندك، إيه اللي هيحصل؟ فهمت الحل؟ يعني في حاجة موجودة هنا ملهاش مقابل هنا، والحاجة اللي موجودة هنا مش كاملة، موجودة بس منها الكي من غير ما يكون موجود عندي مين؟ الفاليو اللي موجودة عندي هنا. لما يجي الجزئية بتاعت